لي موافق على المثل اللي بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك وليه؟ موافق. عشان الاب دايما هيبقى حريص ان يختار لبنته افضل حد كويس يعني. يعتبر موافق، بس في مصر هنا ما بينفعش شويه يعني، العادات والتقاليد، وما ينفعش ان يعني الواحد يخطب لبنته، يعني تبقى صعبه شويه على البنت. مثل كويس يعني، لان انا لازم اختار لبنتي الانسان المناسب اللي يعيش معاها يعني. هو الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. موافق، لان البنت بيبقى لها ظروف خاصه شويه عن الولد يعني. الولد برضو معلش برضو لافف شويه، وممكن بقى يعرف دي وممكن يعرف دي، فالبنت خطوبتها يعني تتخطب احلى، فاهمني؟ فده افضل يعني بكتير. فايرلندا اختار يوم 29 فبراير عشان يكون اليوم ده اللي ممكن الست تطلب الجواز من الراجل اللي بتحبه يعني. لو اليوم ده موجود في مصر، شايف ردود الافعال هتكون ازاي؟ مش متخيله بصراحه، لان يعني اصل احنا كعاداتنا او كطباعنا كشرقيين مش تمشيش معاهم هم يعني. هم ليهم افكار تانية وليهم اساليب تانية في الحياه يعني. هو حلو بصراحه يعني، بس ما يمشيش عندنا برضه بسبب العادات والتقاليد. هي البنت بطبيعتها المفروض في حياء وفي خجل والحاجات دي، فلما الحاجات دي ما بقتش موجوده يبقى صعبه، يبقى زيها زي الرجل يعني. عادات مصر وتقاليدها هتفرض على الموضوع ده يعني، ممكن المصريين ما يمشوش على النظام ده. لا صعب شويه، مصر مختلفه عن دول العالم تماما، في ان الستات هنا او البنات او المرأة هنا ليها يعني كيان مختلف عن أي دول العالم، في حياء شوية يعني. هي بخرب بيوت هنا كده، بس احنا مجتمع شرقي برضه مختلف عن أي مجتمع تاني يعني. لو واحدة طلبتك تتجوزك هتوافق ولا لأ؟ صعب شوية، أكيد أفكر أشوفها تناسبني أو ما تناسبنيش، على حسب حاجات كتير طبعا، أخلاق طبعا، الكلام ده كله يختلف. لا ما أعتقدش، أنا اللي أختار. لا لا عادي يعني، لو هي بنت كويسه، لو انا شايف ان هي ظروفها كويسه وعارف ان اخلاقها كويسه وكده هوافق. ما قللش منها طبعا، هي لو لقت انسان مناسب وكده اكيد هتبقى حابه ان هي ترتبط بيه، زي الراجل بالظبط لما بيلاقي انسانه مناسبه بيرتبط بيها. عادي لو بتناسبني هتجوز، المشكله يعني. مش عارف، انا حاسس في شويه بكش، في شويه بكش في الاجابات. الرجاله ما تعودناش ان احنا نبكش كده، بس حاسس في شويه بكش. خلينا الاول بس ارحب ب مش اميره القلوب، اميره البلاك اند وايت. النهارده الابيض والاسود عاملين شغل عظيم حبيبي، عظيم. ده لون قلبك الابيض ده. يا سلام يا سلام، والله ابيض واسود حاجه تدرس، والله تدرس يعني. يزيدون البهاء بهاء والجمال جمالا. يا حبيبي بص بقى تامر، إيه؟ انت يعني بتمتعني بلغتك العربيه. ده قبل بس ما ندخل في موضوع الخناقات. ايوه ماشي، حقيقي انا بستمتع جدا بلغتك. ربنا يخليك. ويمكن انت من المذيعين القليلين جدا اللي بجد حريص على اللغه العربيه. انا كده مش عارف افتح بقي في الفقره. مخارج خلاص. الالفاظ كذا وكذا. ايوه مش ممكن. أيوة. يعني تسلميلي تسلميلي والله تامر، بجد دي حاجه اصل احنا بنفتقدها الايام دي كتير قوي. للاسف انا بتصدم وبنزعج لما اشوف مذيعة نشره اخبار مش عارفة الفاعل مرفوع بالضمة والمفعول بالفتحة وإن أي حرف جر بيجر اللي وراء. أنا بنزعج من الكلام ده لما بشوفه النهاردة، فبجد شابو ليك وبحييك على حفاظك على لغتك العربية. تسلميلي تسلميلي. هقول حاجة تانية وخلاص وهندخل بقى في المعركة. يلا بينا. باسمي وباسم كثير، حلوة كثير دي؟ عظيمة. وباسم كثير من المشاهدين بحييك وبحيي قناة النهار على حوار الأستاذ مفيد فوزي. الله يخليك. طبعا قد إيه حوار كبيرة. راقي قد إيه حوار قيم، قد إيه المعلومة الحلوة القيمة بسيطة بيديها لنا كبسولة. صح. وأنا معجبة بيك جدا إنك في محراب الأساتذة دول، بحس إن أنت قاعد بتتعلم رغم إنك مذيع مخضرم. لا جدا يعني، رغم جداً. إنك يعني تامر أمين مذيع محترف، ولكن بلاقيك في محراب الناس دي والاساتذه قاعد بتتعلم بتستمتع زي كلنا ما بنبقى قاعدين مستمتعين. والله انت قلتي الوصف الدقيق، انا قاعد في محراب الاساتذه الكبار بتعلم، وطول الوقت حاسس ان انا ناقصت كتير وفاضل لي كتير لحد ما اتعلم واكمل المشوار، وما عنديش حاجه افضل من الجبال دي ان الواحد يحاول يتسلق بس عشان يوصل الى قمه المعرفه اللي هم وصلوا لها. أنا بقعد أستمع للأستاذ مفيد فوزي بتعلم فن الحوار.
صحيح. وإلقاء الجمل والكلمات. يعني أستاذ مجيد فوزي عنده طريقة في الحوار، السؤال الدايركت اللي مش تقعد تلف وتدور وتلف وتدور لغاية ما توصل للسؤال. صح. لا كذا. صح. عايز اقول لك ان هو هيسعد جدا 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 برايك ده لما يسمع الكلام ده. لا ده استاذي واستاذنا كلنا طبعا. انا بشاركك بقى انت الفرحه بان عندنا في البرنامج الفقره دي، وبنشكر الاستاذ مفيد على تواضعه يعني في قبول ان هو يكون ضيف دائم. ده اضافه جميله وشيء جميل جدا في قناه النهار. يعني بالتوفيق دايما. وزي ما هو طبعا قيمه كبيره، انت كمان اضافه والله مش هزار ومش مجامله. ربنا يخليك. يعني يمكن لسه الابيض والاسود مقصرين على شويه عشان كده لسه مش ماسك نفسي قوي، بس انت كمان اضافه مهمه وكل الناس سعداء بالفقره اللي انت بتنوريها. ربنا يخليك. ده بجد مش هزار. ميرسي يا تامر. ايه بقى؟ مش عارف، مش عارف اتخانق بجد. ايه بقى تامر؟ يعني اديني ظهرك. مش عارف اتخانق انا بالابيض والاسود ده. ايه الموضوع؟ الموضوع يا ستي انه حضرتك تيجي تقولي لي يا تامر انا معجبه بيك وتعالى نرتبط، عايز اتجوزك او عايزاك تتجوزني او يلا بينا على شيخ مأذون. يعني شوف انت الصياغه اللي انت عايزاها. بس هي الفكره، هي احنا فكرنا في الفقره دي لانه الحياه اختلفت جدا، والشكل بتاع السيد وامينه بتاع زمان اللي هو كان الراجل يروح يخطب ست غالبا ما شافهاش قبل كده، بس بيخطبها على السمعه على انها بنت عيله معينه او كذا، او جواز صالونات او اللي كنا بنسمع عنه، دلوقتي اختلف وبقينا البنات نصهم مسترجلين في لبسهم وفي الاتيتيود وفي السلوك وفي الكذا. فقال لا ده بنت استرجلت في كل حاجه، طب ما تكملي بقى، تعالي اخطبيني، تعالي اطلبيني. يعني قصدك اطلب ايدك؟ اه يعني انا كده اروح بقى يا عمي مساء الخير يا عمي، لو سمحت انا جايه اطلب ايد ابنك. طب نفرض انه رفض. لا هو انت مثلا، هو انت لو جيتي بالابيض والاسود ده عمي نفسه هيقول لك يلا بينا يا بنتي على الشيخ مأذون. لكن يعني بعيد عن البلاك اند وايت. ايه مشكله؟ نفرض عمي قال لي يا بنتي والله احنا ما عندناش ولاد للجواز، ابني لسه صغير ما كملش تعليمه ولسه ورا جيش. صح. فعندك استعداد تستنيه؟ استنيه. طب على فكره اقول له ايه؟ على فكره طب هي المشكله مش انا كمان معرض لده؟ انا لما باجي اخطب حضرتك واروح لعمي اللي هو والدك واقول له يا عمي انا معجب باميره ويا ريت توافق ان احنا نرتبط وبطلب ايديها منك، معرض انه يكسفني. مش بس بقى يقول لي استناها، يقول لي لا والله ما عندناش بنات للجواز، لا والله ما بنفكرش في الجواز دلوقتي، اميره صغيره ولسه مش عارف ايه، او والله انت مش مناسب وظروفك مش مناسبه، او انت مش عارف ايه، وحنزل قفايا قمر عيش. معلش انت راجل بقى. ايه بقى راجل دي؟ يعني انا اتكبس وانت لا ليه؟ لا انت راجل يعني مش هيحصل لك خدش في كرامتك، لكن انا كست رايحه اطلب ايد واحد. ليه؟ عشان ايه ما عنديش خدش في كرامتي على اساس ان كرامتي يعني بلاستيك؟ لا مش بلاستيك، بس الست برضو بيبقى ليها شويه كده يعني حساسيه في الكرامه. تخيل يعني مثلا ابويا رايح معايا مثلا وبيقول له احنا جايين نطلب ايد ابنك لفلان لبنتنا فلانه. طيب مين اللي هيحدد بقى يتكلم في مهر ولا في شبكة ولا الكلام ده كله؟ لا لا يا أستاذة لا، انت نطتي نطة كبيرة. ده انا مش عايز بابا يخش، باباكي انت مش عايز يخش في الموضوع. انت تيجي انا وش وش تقولي لي انا معجبة بيك وعايز اتجوزك، لسه ما رحناش لبابا. فكرة الجرأة للبنت لما تعجب مش انا بعجب ببنت؟ ايوه. وببقى عايز ارتبط بيها؟ ايوه. والبنات بتعجب باولاد؟ صحيح. صح. الفرق ان انا اللي لازم ده، ممكن بنت انت يعني فرضا يعني ناخد مثال انا وانت، ممكن نبقى احنا مع بعض في الجامعه او في الشغل معجبه بيا سنين وانا مش واخد بالي، مش قادره اقول لك، وانا مش واخد بالي ومستنياني اخد بالي عشان اعجب بيكي واتشدلك وبعدين اقوم. طب نفرض انت عندك حد تاني معجب بيه، نفرض انا مش خيالك، ما هو انت بتضيع فرصتك، انت كده بتضيع فرصتك، مش انت معجبه بيا؟ نعم. يلا بينا. طيب يعني خلي بالك ده ملوش علاقة في رأيي، ملوش علاقة بالكرامة، لأنه زي ما أنا ليا كرامة أنت ليك كرامة، وإحنا بنتكلم دلوقتي إن إحنا في عصر الإيه؟ الحريات بقى لا المساواة اللي أنتوا صدعتونا بيها، والست زي الرجل ما هيش كمان اتعلق زي الفل بتاع حسن الله يرحمها، صح؟ فهي المساواة في كل حاجة. يعني سيبك بس أنا، وعلى فكرة أنا مؤمن جدا بالمساواة اللي هي بس طلعي منها الفروق الفيزيائية في الجسد بيني وبينك، ان انت شعرك طويل وانا شعري قصير، او حتى دلوقتي الشعر البنات والولاد بقى واحد، بس يعني فيزيائيا طلعيها بره او بيولوجيا. كل ما له علاقه بالمعنويات والحقوق والواجبات 50-50. فمين قال ان انا لما كبس ان كرامتك مش هتتجرح؟ وانت لو كبستي كرامتك هتتجرح. لا طيب. واحد طيب
بس انا زي ما انا اعجب بواحده واقول لها على فكره انا عايز ارتبط بيكي، انت من حقك تعجبي بواحد، ولما تقولي له انا عايز ارتبط بيك وانا معجبه بيك ما يقلش من كرامتك وما يقلش من كبريائك وما يقلش من ثقتك بنفسك، وعادي جدا يقول لك اه والله يلا بينا، او لا والله يا استاذه انا بقى مرتبط او طيب انا لما اكون انا ست واجه حد قال لي والله انا معجب بيكي وعايز ارتبط بيكي، ده شيء بيديني كده نوع من النشوه او الايجو او يعني مش عارف اسميها ايه. لكن انت بقى راجل وانا جاي اقول لك الكلام ده انا معجبه بيك وعايز انت نظرتك ليا انا هتبقى ايه؟ لا زباله طبعا، لكن هي مش دي مش مش يعني انت قلتي انا هبقى في قمه السعاده. اه طبعا الست الله تحب دايما تبقى مرغوبه ومطلوبه و و و والراجل جدا بس ما بيقولش بس لما تتقال له بس بجد والنبي يعني خليك حقيقي لما تيجي واحده ست وتقول لك انا معجبه بيك وعايزه اتجوزك، انت الست دي اصل بص عايز اقول لك حاجه يا تامر، الحياء والخجل بس ايه علاقته بالحياء؟ لا هقول لك الخجل سمه من سمات الجمال صح. طيب انا لما اجي اقول لك كده ما انا حته الخجل اللي ليه؟ عندي انا شايفه كده لا الخجل حته الخجل دي انا الخجل ده الناس بتعممه قوي. الخجل معناها ان انا ابقى عندي قدر من البتاع في الاخلاق كده ما عنديهوش، ضحكتي ما تبقاش مش عارف ايه، ما بقاش فالجر وما بقاش وش مكشوف مش عارف ايه، لكن ان انا اطلب حاجه مش عيب ولا حرام وبشكل مؤدب ومحترم ده لا يتنافى مع خجل وحياء المرأة. طيب اما يجي بقى متهيألي يعني بقول رأيي لا انا شايفة لا العكس، انا شايفة ان ده بيقلل مش هقول بيقلل من قيمة المرأة او من كيانها، لكن بيقلل من حتة زي ما بقولك ايه الخجل والحياء بتاعها، حمرة الخجل بتاعتها. طيب دلوقتي لما انت حضرتك بتيجي تطلب ايدي أيوة. بتشرط والله هتجيب لي شبكه قد كده، هتدفع لي مهر قد كده، بتشرط انت. اه طيب دلوقتي لما انا اللي هاجي اطلب ايدك والله انت برضو اللي هتتشرط يعني مش هيبقى ليه عين؟ لا ليه؟ انا حاسه كده. ما هو مين اللي قال او مين اللي اعتبر انه المتقدم خسران او داخل ماينس واحد الماتش داخل 1-0 ليه؟ ما هو انا وانا متقدم، انا متقدم لانه العرف في المجتمع بتاعنا السائد ان انا لازم اتقدم. لكن ده ما ينقص مني شيء، فما يخليكيش تشرطي عليا، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه دي في ده اللي هو الجواز بقى صعب جدا وتكلفته صعبه جدا والشباب عازف عن الجواز. الست دلوقتي اي حد بيخاف حتى بتاع اللبن قبل ما يقولوا انت عريس يا امي انا جاي ابيع لبن مش جاي اتجوز، بس تعالى برضه هنشوف والله بيتهيأ لك. امال ليه الجوازات صعبه الايام دي؟ الست أيوة منتظره صعبة. بس وانس بيجي او مجرد ما بيجي تقعد تتشرط بقى. مين دي اللي بتتشرط؟ بقول لك قبل ما يخبط على الباب شفت ده في ستات. لا مش شوف مش تشرط إيه؟ بقول لك قبل ما يخبط على الباب في رجل على السلم بس او مفتح الباب خد تعالى عريس يا امي كده ببلاش ما بقاش ده ممكن يدفعوا فلوس خدي مني انا بجد. انا بقول لك اهو الرجاله ما بقتش عايز تتجوز الله خدي مني ما هم مش عايزين يتجوزوا من كتر المطالب والطلبات محل. طيب هو عشان كده فالست اللي عايزه تتجوز بتتنازل بقول لك عريس يا ماي عريس يا ماي اقفش فيه بتتنازل ويا ريت اكتب عليه الليله يا عمده بجد دلوقتي الحياه صعبه والجواز مكلف جدا وبعدين خدي بالك انا سمعت الكلام ده انا بنقله خدي بالك اصل انا مش على وش جواز يعني لكن انا بسمعه من اعداد كتير من بعض الشباب الصغير اللي بيخضني كلامه الاقيهم قاعد يقول لك دلوقتي نسب الطلاق زايده جدا فانا الكلام ده كان ولد عنده 25 سنه او 26 مش ولد ده راجل يعني بس يعني عشان بس احنا كبرنا قوي فبالنسبه لي ولد راجل كده عنده 25 سنه كان بيقول الكلام ده قال لك يعني انا دلوقتي اجيب شقه مش عارف تمنك اقل شقه دلوقتي 200 و300 و400 الف جنيه لو شقه في حته مش عارف ايه ومليون جنيه لو في حته راقيه واجهز الشقه مش عارف ايه واجيب الاجهزه الكهربائيه ايه ومش عارف كذا ونعمل فرح تمنه كذا واجيب شبهه كذا عشان نقعد لنا 6-7 اشهر ونتخانق ونتطلق فابقى انا لبست في الحيطه في كل الفلوس اللي بعدها دي تخيل والحقيقه عن لوجيك مع لوجيك حق. نسبه المخاطره عاليه ففي شباب بقى يخاف وفي شباب بقى معهوش الرقم ده اساسا فقال لك انا اساسا معيش ولا واحد من اللي انت قلته ده فكده كده مش هتجوز. اضف الى ذلك بقى بعض السلوكيات الخاطئه اللي موجوده في المجتمع فمسهله للناس الشقلباظات. طيب هو يعني المفروض الكلام اللي انت بتقوله ده
يخلي سن الزواج عند الراجل يرتفع. صح. انا بلاقي دلوقتي الشباب الصغير عايز يتجوز يعني عايز اول ما بيخلص الجامعه بيبتدي عايز يخطب. لا خدي بالك يا استاذتي، طب ما تستنى لما تشتغل برنسيسه، ما تستنى بس ما تكمل نفسك شويه يا برنسيسه. فارق كبير، وده تفهمي كلامي صح لو سمحت، فارق كبير ما بين الرغبه والقدره والاقدام. لا والقدره. فانا عايز اعمل حاجات كتير بس اقدر واعملها ولا لا؟ عشان كده قلت لك فهمي كلامي صح. الرغبه موجوده بس القدره بقى مفيش. كنت فين يا زمن. فالقصه في كده انه في شباب عايز يتجوز بس القدره سواء الماديه مش موجوده او فكره المخاطره انه انا هعمل كده واصرف مش عارف ايه وحبايا ابويا وامي اللي وراهم واللي قدامهم. القدره على تحمل المسؤوليه، الشباب دلوقتي بيتهرب. صح. من تحمل المسؤوليه. مظبوط. يقول لك وانا قادر اشيل نفسي. صح. لما هجيب اشيل ست. عشان كده انا الاقتراح اللي انا بقترحه ده في رايي هيسرع شويه الريتم، انه البنت هي لما تروح تقول للولد انا معجبه بيك وانا شايفه ان انت راجل كويس ومتحمل المسؤوليه، وحتى لو امكانياتك مش كويس مش جاهزه قوي، بس احنا نقف مع بعض ونبني مع بعض. تتنازل بقى لو هتعمل ده وهي الست، وتتنازل شويه عن متطلباتها. ليه تتنازل؟ ما هي انا مش عايزه اتنازل. ما انت بتقول بقى عايزه مستنيه يعني عايزه عريس. عايزه تتجوز. الله. عايزه تتجوز. يبقى تبقى في مرونه شويه في الطلبات. اهلها بقى. لكن المشكله دلوقتي ما بقاش حتى مع الوضع. خد بالك اهلها. أهلها. في بنات كتير على فكره مش فارقه معاهم. يعني ممكن تيجي تقول لك انا زميلي في الجامعه او زميلي في الشغل انا شايف ان هو واد محترم جدا ومتحمل المسؤوليه وعنده مستقبل وكذا، ابوه ما يقول لها امه قائد طابيه عنده عربيه مش عارف ايه عنده ميكروباص عنده اي حاجه، المهم اللي تساوي فلوس. أي. فتلاقي الام والاب هم اللي متشددين في حين البنت عايزه تتجوز وشايفه ان الولد كويس. قبل اي وضع يعني الاب والام لازم يغيروا نظرتهم، لان هم بيبيعوا بنتهم مش بيجوزوها. لما يقيموا العريس فلوس يبقى بيبيعوا البنت او مش بيجوزوها. وتبقى مصيبه ان هو يقيم بنته بفلوس، دي هيعتبرها سلعه. وده ده من اهم الحاجات اللي بتخلي دلوقتي الطلاق بيبقى بدري زي ما انت طبعًا بتقول. طبعا طبعا. لانه الاهل بيجبروها مثلا انها تتجوز الغني المستريح الجاهز الكذا وكذا كذا سوري كذا وكذا. عظيمة عظيمة. كل يوم بحبها زيادة والله، كل يوم بحبها زيادة. وتسيب اللي هي بتحبه أو اللي هي شايفة أنها هتبقى سعيدة معاه. صحيح. هرجع تاني الموضوع أن الست هي اللي بتطلب إيد الراجل. طب في الخناقة بقى، يعني مثلا لو في خناقة هو ممكن يقول لها اليوم اللي أنا اتجوزتك فيه، اليوم اللي أنا كنت رحت لك فيه اليوم. طب لما يجوا يتخانقوا بقى هتقول له إيه؟ أو هو هيقول لها إيه؟ هيقول لها ده أنت جريتي ورايا وحفيتي ورايا، كفاية أن أنت اللي طلبتيني. شفت بقى؟ بقى واحنا واطيين ونعملها. لا اكذب يعني، احنا واطيين ونعملها جدا على فكره من غير ما نتخانق. انا ممكن حتى وانا باكل اكل حلو على فكره انت اللي جريتي ورايا يعني اتنك احتياطي. بالظبط. انت اللي جريتي ورايا. انت هتحصل. بس في النهايه انا رايي انه فكره الجموديه بتاعه انه الراجل هو اللي لازم يطلب والراجل هو اللي لازم يكسر التلج والراجل هو اللي لازم يروح يتقدم ما بقتش. والبنات دلوقتي عليها انها تختار. مش احسن ما يخبط على بابك اي حد وابوكي ينتص، مش ابوكي شخصيا بس ابوكي ينتص وموافق عليه، فتبقي لبستي عريس لا انت بتحبيه ولا متوافقه معاه ولا معجبه بيه. لا انا اروح للي معجبه بيه اقول له تعالى يا ابن الحلال انا معجبه بيك، لو انت معجب بيا يلا بينا نتجوز تعالى اتقدم. طب ابويا وامي بقى على فكرة يتقبلوا الفكره في دي؟ في فرق ما بين التقدم والطلب. انا اللي بقوله مش ان انت تجيبي باباكي وتيجوا تخطبوني في بيتي، ان انا لا اروح. لا انت لا ما تروحيش في حته، انت عايزه برنسيسه تقعدي متعززه. لا بجد يعني ان انت تقولي لي بس. مش الـ 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 الحركه بتاعه البسبوسه من قوده، عارفه البسبوسه ومش عارف ايه والحاجات دي. لا هتفضل للراجل. انا بتكلم على الاعلان. احنا الاثنين زملاء، انت معجبه بيا. هتيجي تقولي لي كده وانت جايبه كوبايه النسكافيه وامي خبطاني كتف اللي قلت اي سوري يا تامر وبتاع، اخد بالك من الحاجات دي. وبعدين هتقولي لي بقول لك يا تامر انا معجبه بيك وشايفه ان انت مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، انت معجب بيا؟ فانا هتكسف واقول لك طبعا ايه. حتى لو لا. طبعا انا عندي بروح الحياه اقول لك لا والله. حتى لو مش طايقني يلا يا من هنا اقول لك طبعا. مش هيهون عليك تحرجني او تكسفني. هقول لك طبعا. هتقول لي يا سلام. هتقولي لي طب قوي ايه قوي. رايك نرتبط؟ لا بقى افكر. لا مش هحاول افكر، اقول لك فاجئتيني والله يا امينه زميلي، عارفه الحاجات اللي بتعملوها. سيبيني شويه افكر. واروح اتكسف واروح كده. بس ساعتها اروح حمام الرجاله برضه مش هروح حمام. لكن القصه انه هي دي بس اللي انا بطلبها، لكن وقت ما نوافق انا اللي هجيب ابويا واجي لك برضه يعني. ما العرف
ده يمشي. لكن انا بكلمك على فكره ان مين اللي صارح مين اللي صارح مين. طب ما هو ممكن مش القصه كامله مش الصوره كامله. لا اوكي طيب بنفس الموضوع دايما يقولوا مين اللي ممكن يصرح بالحب الاول، الراجل ولا الست؟ نفس الفكره. طب هل عيب ان الست هي اللي تبدا وتعلن عن مشاعرها للراجل اطلاقا؟ انا رايي انه دي من قدرها فليتساوى المتنافسان. انت عندك مشاعر وانا عندي مشاعر، وانت عندك انجذاب وانا عندي انجذاب، انا حسيت بيه الاول، انت حسيتي بيه الاول، انت شايفه انها فرصه حلوه، ان انا شايف انها فرصه حلوه، فلنتقدم. وما فيهاش ما فيهاش اهانه. بص انا اتسالني انا شخصي، يعني رايي الشخصي انا ضد الكلام ده، يعني انا كأنا ليه؟ لا ما أنا كأنا ما تقبلوش ما اعرفش. طب افرضي انت الست لازم يعني ما دي جمله قالها سمير غانم سنه 42، الست ست والراجل راجل. على فكره سمير غانم، على فكره في كتير جدا من الوسط الفني فنانات وفنانين مشهورين اعلنوا ان هم اللي بداوا، يعني طيب. مثلا يعني فنانه شيرين عبد الوهاب قالت ان هي اللي طلبت ايد حسام حبيب، صح، وربنا يشفيها طبعا. الفنان سمير غانم قال انا يعني سمعت في الفيديوهات ان الفنانه دلال عبد العزيز هي اللي طلبت ايده الاول. لا دي اشك فيها شويه بس مش عارف يعني لما بنحط صورتين جنب بعض يعني. في فنانه اسمها ياسمين رئيس برضو لسه سامع عليها فيديو قريب بتقول انا اللي طلبت دلوقتي ايد هادي الباجوري. نجلاء فتحي برافو، نجلاء فتحي هي اللي ابدت يعني اعجابها بالاستاذ حمدي قنديل انت انا هتجوزك. بالظبط بالظبط. ونفس الفنانه شيرين. طيب يبقى فين بقى؟ ما انا هقول لك في ممكن حالات ناجحه، يعني في ممكن حالات تنجح بس في المقابل حتى لو فشلت، ما انا بقول لك انه ايه الضريبه بتاعه الفشل؟ انه الراجل هيقول لها اخرك، يعني بقول لك اهو انت دلوقتي جيتي قلت لي يا تامر انا معجبه بيك وعايز اتجوزك او عايز ارتبط بيك. لا انا هبقى مكسوره. ثانيه هتبقى ايه؟ هتبقى عيني مكسوره. معلش معلش اللي يكسر عينك. لا بجد ده احنا نكسر لك الدنيا ولا تكسرش عينك. لا انا اقول لك حاجه. طب استنيني بس استنيني بس عروسه قبل ما الله امسك نفسك يا واد انت قول. طيب يلا بينا قول اتفضل. طيب انا بس بشوف ال تمام. لا اتفضل اتفضل. اخري ساعه لما انت تقولي لي يا تامر انا معجبه بيك وعايز ارتبط بيك هقول لك ايه؟ وانا مش عايز او مش معجب بيكي او انا مرتبط بحد تاني او انت مش التيب بتاعه وكذا. اخري هقول لك ايه؟ اقول لك والله يا اميره دي حاجه حلوه جدا 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 وانا سعيد جدا وده شعور حلو جدا وانت انسانه جميله جدا بس والله انا مرتبط بحد تاني بجد. يا كسره قلبي. او طب ما هي نفس الحكايه. وانا لو قلت لك كده هو انا لو قلت لك كده وانت قلت لي على فكره انا مرتبطه بمراد مش هينفع كده كده الست وانا ماليش قلبي يتكسر. لا يا تامر ليه حجر بلوك هنا؟ مش مش لا يعني والله والله انت عنصريه حاجة. عنصريه هي عندها قلب يتكسر وانا عندي راديتين عربيه هنا ما بيتكسرش. في حاجه في الست يعني بيحصل لها شرخ مش ممكن. بيحصل لها شرخ. ايوه يعني ازاي يا امي ما انا بني ادم زيك من لحم ودم. انت ليه معتبرين ان انا روبوت؟ الراجل مش دايما يقول لك الراجل ما يعيبوش حاجه؟ يعني الراجل ما يعيبوش ان حتى طب سؤال، ما هو الراجل ممكن يروح لكذا واحده وترفضه بس ده ما بيعيبوش. اللي هو ايه تاني؟ ممكن يروح لكذا واحده يطلب ايدها وترفضه. هو مش معاب يعني ما فيهوش عيب. تمام. ويروح لواحده احسن منهم ويرتبط بيها. تمام. لكن البنت والست كذلك. لا البنت لا. طب هقول لك حاجه خلاص ما سمعت والله ثانيه والله العظيم سمعت انه مش لازم البوب بتاع الست. سمعت شكرا. يعني هقول لك حاجه يعني بيعاملوا بس واحد متحدي اعاقه معلش اتفضلي. يعني البنت اللي دايما يجي لها عرسان وتترفض بيقول لك فيها حاجه يعني عندها مشكله ما. لكن الراجل اللي بيروح يتقدم لاكثر من واحده ويترفض ما حدش بيقول اصله فيه عيب بيروح ويتجوز تاني. يعني عايز اقول لك لا انا 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 شايفه احنا يا بنت الحلال اسمعي مني. نعم. ما تبوريش البنات. طب قول ما تبوريش البنات يا تامر. يعني اقول للبنات روحوا قولوا للولاد لما بحبك وعايزه اتجوزك لما تلاقي الشخص المناسب. وانا بقول لك يمشوا على نفسهم كده يا طلبات ترتيك. طب ما لما تلاقي حد زميلها في الشغل سيبك من الجامعه، الجامعه دي لسه هم صغيرين وبتاع مفيش كلام منه. بس لما تكون في زميلها في الشغل ولا زميلها جارها ولا ابن خالتها ولا بتاع حد محترم وخايفه يتخطف وهي معجبه بيه ونفسها يبقى ده شريك حياتها وجوزها، ما المانع انها تقول له يا عبد المحسن انا معجبه بيك؟ ايه هيحصل له ايه؟ هيقول لها يا كوثر لو سمحتي يعني دعيني افكر يعني هيبقى في. طب ما نعمل وسيط. وسيط؟ يعني بلاش هي الدايركت كده تروح وش كده تقول له انا معجبه بيك وبحبك. مثل بقى الجوابات في المكوى والحاجات دي. لا لا مش كده. مش لوم عبد العزيز ده.
بطلت ده انا حاطط الجواب في الباكو دي بطلت. لا يعني ممكن مثلا واحده صاحبتها تروح تلمح له، واحد زميلها يروح يلمح له، والله ده فلانه دي بتقول عليك كلام حلو. صدقت قد بالله لا اله الا الله. الله هتخلينا نفتش اسرار. قول نفتش. لا قول قول. انا بحب حكوك. حكوك حكيك حكيك او اللي انت تقوليه حلو. حكويك. انا مبسوط بحكوك برضه. الحكايه دي حصلت معايا في المدرسه واتدبست بسببها احراجا فعلا. والله الكلام ده كان في تقريبا اولى ثانوي لو انا فاكر صح يعني. وجي الوسيط اللي انت قلتي عليه ده جت بنوته سبحان الله. شوفي اقدار الكنافه بترش لما تلعب مع بعض. ايوه البنوته الوسيط دي انا اصلا كنت معجب بيها. يا الله شفت بقى. شوفي الدنيا وتركيباتها لما تحسي انه يا عديني يكفيكوا شر. هي جايه توفق الراسين في الحلال في واصلا انت عاوزها هي صح؟ شفتي فاهم حاجه؟ يعني اللي جت تقول لي يا تامر انا عايزاك في موضوع دي اللي كان عينك عليها يعني. بنوته امرايا كده وكنت معجب بيها. في ايوه الشمخانه اللي بتحصل لنا في سنه بتاعت المراهقه دي حلو؟ فهي جايه اساسا بتقول انا عايزاك في موضوع انا قلبي فرفر. قلت انا معجب بيها. جات لي بقى. فجات بقى بعيدا قلت لها ايه عايزه الكشكول عايزه المحاضره بتاعت لا عايزاك في موضوع شخصي. سيبوا سيبوا سيبوا. فروحنا قعدنا جنب الكانتين كده فاكر جنب الكانتين بتاع المدرسه. وقلت لها اخير قالت لي دلوقتي انا مرسال. فقلت لها خير. فقالت لي في واحده معجبه بيك وعايزه ساعتها بقى كان وقت الصحوبيه في المدارس وعايزه تصاحبك. الكلام ده كنا لسه ثانوي مثلا 15 سنه 15 سنه كنا ثالثه اعدادي اولى ثانوي حاجه. فمعجبه بيك وعايزه تصاحبك. انا اساسا مجرد ان مش هي ده احبطني. طبعا. فقلت لها ايه وبعدين كانت جديده ان بنت هي اللي تقول لولد ان في بنت عايزه تصاحبك بس مكسوفه تقول لك. فقلت لها ازاي؟ قالت لي معجبه بيك وقالت لي اقول لك انها معجبه بيك بس هي مكسوفه تقول لك. فقلت لها مين؟ قالت لي فلان تربت تاتيه. قلت لها تمام. ساعتها بقى مش عارف اعمل ايه وكسوفا من اللي انا معجب بيها ما عرفش ارفض. وافقت. قلت لها اوكي ما فيش مانع. والله يلا بينا. ولا بجد ولا عايز تغيظها؟ لا غيظ مين؟ ما عندهاش دم ما بتحسش. والله. فقلت لها يلا بينا. قلت لي بجد؟ قلت لها يعني نجرب كده لو في يعني كيمياء وبتاع كده بس كسوفا من ان انا اكبس البنت اللي انا معجب بيها. وقلت انها يمكن عشان صاحبتها انتيم قوي فلما تقرب هنا يمكن تجي يعني ايوه اتنين في واحد عارفه اللي هو باك ده اللي هو اتنين في واحد. ايوه بس لا جات لا كده ولا كده والاتنين فاروا يعني. بس المهم بس حصل وما حسيتش هي باهانه ولا هي باهانه ولا انا ده انا اللي اتكسفت. انا بقول لك ايه برضو الوسيط ممكن يمتص الرفض. انا والله مش 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 ممانع فكره ان احنا نبتديها الاول بوسيط لحد ما الثلج يتكسر. هو اللي بيقولوا عليها مرسال دي ولا مش عارفه بيقولوا عليها ايه وسيط يعني او مرسال وسيط او حد في النص بقول لك والله مستجل الغرام فلانه دي بتقول عليك كلام كويس قوي و ايه رايك؟ ولما تيجي واحد تقول لك هو انت مرتبط؟ ما بتفكرش في الجواز؟ دي تقول لها ايه؟ اقول لها على حسب على حسب على حسب بالرقبه دي على حسب. والله بصي انا يعني تراجعت سنه وموافق ان احنا نبداها بمرسال لحد ما البنت يجي لها الجرأه في يوم من الايام بعد كده وتقف قدام الولد تقول له انا معجبه بيك وانت شريك حياتي وتعالى تقدم لي عشان نتجوز. طب انت كراجل انت رجل بقى تامر امين الرجل بجد يعني جات لك واحده وقالت لك الكلام ده يا تامر والله انا معجبه بيك من زمان قوي بس مكسوفه اقول لك ومش عارفه ايه ويعني احنا ينفع نتجوز؟ قول لي بقى بس بامانه رده فعلك ليها هتبقى ايه؟ بالامانه؟ هبص ها يعني هبص هتعاين لا عيب عليك انا ايه كلمه عايد قلت لك هبص هتبص بص بص راقية محترمة ايه عايد يا بضاعة ما هي معينة لا 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 والله لا معينة لا طيب اوكي هبص نعم من فوق لتحت بس هبص بصة بريئة بصة بريئة لانها كائن لطيف محترم. وبعدين هستجمع قوايا لو في ذرة اعجاب ذرة اعجاب جوايا او انشداد او كذا هقول لها والله تعالي نجرب واي نوت ومش عارف ايه
لو انا قافل تماما او انا مرتبط بحد تاني او قلبي متعلق في حته تانية، هعتذر بمنتهى اللطف اللي انا قلت لك في الاول، اللي هو انت ما تترفضيش وانت مليون واحد يتمناكي، بس للاسف اللي هو الرد الدبلوماسي بقى ده. ده انا للاسف متكلمين عليا، مفيش حاجه متكلمين عليا، متكلمين عليا خالتي مسوسن ايوه متكلم عليا من واحنا صغيرين. في بقى نوع تاني من ده اخر نوع بس عشان هنتحروا ختام يعني بس ممكن تقول الجمله دي لا يا فندم بتعملي انت عاوزاه؟ لا والله هي ايه دي واحده اتفضلي حضرتك. في بقى تقاليد عندنا شويه احنا يعني كشرقيين او كده، ان ممكن الاب مثلا يبقى عينه على ابن اخوه او عينه او هي او ابن خالتها، مظبوط، يقول لك ايه انا شايف ان ده كويس، فيفضل ينمي فيهم صح الاعجاب على فكره وبتنفع. هو ده بقى اللي بيقول لك ايه، اخطب لابنك اخطب لبنتك، اخطب لابنك لا اخطب لبنتك، اخطب لبنتك، اخطب لبنتك ما تخطبش ابنك. هو ده بقى تلاقي الاب مثلا عنده عايز اقول لك نماذج كتير كانوا ما بيتقوش، مش ما بيتقوش بعض بس مش شايفين بعض بسبب الحقن ده، الحقن من الاهالي من الصغر، من الصغر تحس ان هم خلاص بقوا انت لابن عمك قدري وقدرك ومش هنعرف نطلع من بره. فساعات بتنجح ساعات بتيجي عند طب والله العظيم الراجل اللي انتوا عاوزين هنجوزه ده عليا النعمه ما انا متجوزاه بتعمل ايوه وانتوا في العند ايه انتوا في العند ايه، لكن والله انتوا بلسم ايه لا ولا حاجه اسكت عادي نورتيني حبيبي ربنا يخليك وشرفتيني ميرسي ميرسي ربنا يخليك حبيبي يا تامر ربنا يخليك بسعد لما بكون معاك و الوقت معاك بيمر سريعا جدا وبجد بجد انا بستمتع بحواراتك حقيقي لا حقيقي انا بستمتع بحواراتك لما فيها من رقي ولما فيها من التزام بلغه ونحو وصرف بقى ومش عارفه ايه ومخارج الفاظ ايه حاجه يعني جود لك انت اللي سماك اميره صدق ربنا يخليك نورتيني يا قمر شكرا شكرا لحضراتكم خلصت حلقتنا اشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي في حلقه جديده من اخر النهار وهسيبكم بعد الفاصل مع اول حلقه على شاشه النهار من برنامجنا الكوميدي الاجتماعي التراجيدي السياسي الاقتصادي الكوكتيلاوي ما وراء البرنامج وارجو ان تستمتعوا بيه